احنا موجودين عشان الثورة على ما يبدو عدت على كل مصر الا مبنى ماسبيرو. يعني كنا متصورين اول مطالب الثورة بعد اسقاط النظام تحرير الاعلام الرسمي المصري اللي ساهم في تزييف الوعي عبر 30 سنة وساهم في تقزيم دور مصر في محيطها العربي واعتبر ان المصريين مجموعة من الغنم بيتساقوا ويتهشوا يمين وشمال وان هو يستطيع ان هو يقودهم يمين وشمال. الفساد اللي موجود في هذه المنظومة الاعلامية ما زال بيمارس دوره. كيف تأتمن ناس كانت ضد الثورة لغاية اخر يوم على اهداف الثورة وعلى الخطاب الاعلامي؟ يعني اول حاجة بتحصل في الثورات بعد اسقاط النظام سقوط الخطاب الاعلامي. كيف تغير النظام الخطاب الاعلامي وعلى راس المؤسسه دي كل القيادات اللي كانت مشاركه في محاوله اجهاض الثوره وكانت مشاركه في تزييف الوعي عبر 30 سنه؟ فده كلام في منتهى العجب. يعني بجد ثورتنا عجيبه. مين هي رموز الفساد؟ لا كثيره. معظم اللي موجودين في القيادات ديت كلها كان لها دور سلبي عبر 30 سنه وكان لها دور بعضهم كان لهم دور في سقوط شهداء في ميدان التحرير. فبأي منطق في الدنيا ان انت تقول لي ان دول يفضلوا هم اللي بيديروا الاعلام الرسمي اللي بيعبر عن كل فئات الشعب؟ ده كلام غير معقول. يعني مصر مليئه بالكفاءات. الاعلام العربي كله قايم على اكتاف المصريين. كل القنوات اللي فيها نسب مشاهده عاليه معظم اللي بيديروها مصريين. عندنا طاقات هائله. ايه يعني هو مصر خلاص خلصت نضبت؟ ما كانش فيها غير رئيس واحد ينفع رئيس جمهوريه لمده 30 سنه ورئيس واحد للتلفزيون ما حدش ينفع غيره ورئيس اتحاد لا ده ما مصر ولاده ومصر عندها طاقات وهي بشكل حقيقي هي فعلا الرياده الاعلاميه الحقيقيه في المنطقه. هم اللي قزموا دورها وهم اللي همشوا دورها وهم اللي خربوا. يعني فمش من المنطقي ان بعد ثوره عظيمه زي ديت ابص الاقي نفس القيادات اللي كانت موجوده قبل الثوره هي نفسها.